أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني على أهمية قيام المؤمن لهم بتعبئة النموذج الموحد للإفصاح لدى شركات التأمين الصحي وبشكل شفاف وكامل بهدف حصول المؤمن له على رعاية صحية تلبي احتياجاته وتتماشى مع منافع واشتراطات وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، إضافة كذلك إلى إيقاف رفض شركات التأمين الموافقة على التغطية العلاجية للأمراض التي لم يتم الإفصاح عنها في النموذج. خالد، وأيضا مشاهدي الكرام، للحديث بشكل أوسع حول هذا الموضوع سعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي الأستاذ ياسر المعارك. حياك الله أستاذ ياسر. يا أهلا وسهلا وحياكم الله وشكرا لكم على إتاحة الفرصة بالمشاركة في تطليق الضوء على هذه الخطوة واللي تسهم في تعزيز الوعي ورفع المستوى الوعي بنظام الضمان الصحي والوثيقة الموحدة واللائحة. والله يحييك، واجبنا أستاذ ياسر. بداية، إيش هو نموذج الإفصاح وإيش الغرض منه؟ طبعا نموذج الإفصاح هو عبارة عن نموذج يتم تعبئته من قبل المؤمن له. أيوة. عند الرغبة في التعاقد مع شركة التأمين يفصح فيها عن حالته الصحية وحول إصابته ببعض الأمراض الجوهرية المحددة مثل أمراض المناعة الذاتية أو التصلب، أمراض القلب، الفشل الكلوي، الالتهاب الكبدي الوبائي، الأورام الحميدة والسرطان. طبعا المؤمن لما يجي يفصح عن هذه الأمراض هو يساعد على تحديد سعر عادل لوثيقة التأمين الصحي، يعني بناء على كل مثلا نسبة وجود الأمراض هذه فيه إذا كانت مزمنة يرتفع السعر وينزل. أنت عارف طبعا هو التأمين كيف؟ التأمين هو عبارة عن تغطية منافع صحية مقابل أخطار صحية متوقعة قد تحدث أو قد ما تحدث. زين؟ صحيح. الآن اللي حاصل بعض شركات التأمين ترفض تغطية بعض الأمراض المنصوص عليها في النظام بحجة أنه والله المؤمن له ما صرح فيها. مثل زي يعني اللي ترفض زي مثلا الكلى مثلا الغسيل مثلا. زين؟ الغسيل الكلوي منصوص عليه بالوثيقة وترفض مع ذلك بعض الشركات، يعني لا ترفض إذا كان إذا كان المريض ما أفصح فيها. نعم. زي اللي يقولك إحنا والله شعرناه على إنه هذا الشخص مثلا سليم، لكن لو قلنا المؤمن له أصيب بالفشل الكلوي بعد الوثيقة أو شيء جديد لا تغطيها مباشرة. هي الفكرة إفصاح الأمراض اللي المصاب فيها المؤمن له قبل التعاقد مع شركة التأمين. واضح. طيب أستاذ ياسر، خليني أسألك إنه في حال رفض المؤمن له يعني رفض لسبب معين، هل يمكن إنه يتقدم بشكوى لمجلس الضمان الصحي؟ شوف يا طويل العمر، وثيقة الضمان الصحي التعاوني حق التأمين تغطي حزمة من المنافع الضرورية واللازمة لخدمات الرعاية الصحية بحد أقصى 500,000 ريال. تتضمن طويل العمر الكشف الطبي، العلاج في العيادات، الأدوية، تحاليل. الإجراءات الوقائية، نعم، كالتطعيمات، التحاليل، رعاية الأمومة، الفحوصات المخبرية والشعاعية كلها، الإقامة في العلاج، العمليات، الولادة، علاج أمراض اللثة، الآن حتى وظيفنا مؤخرا علاج حالات السمنة. صحيح. عمليات التكميم. زين؟ أيضا تم إضافة صرف حليب أطفال مخصص بوصفة طبية حتى سن 24 شهر. في حال رفض أي شركة تأمين كيف أقدم الشكوى؟ تقديم خدمة منصوص عليها بالنظام على المؤمن له فورا التقدم بشكوى مباشرة لمجلس الضمان الصحي التعاون من خلال قنواتنا المتاحة اللي هي عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، لينكدين، تويتر، أو عبر الهاتف الموحد. ياريت أن احنا نساعد البعض في التوعية بهذا الرقم اللي هو 92-3011-77 أو من خلال البريد الإلكتروني. موجود هو الآن أستاذ ياسر، موجود معنا الآن على الشاشة. يعني احنا نقول إن شاء الله بعد النموذج لن يكون هناك أي جهة ترفض علاج بعد وثيقة الإفصاح بإذن الله تعالى. احنا يهمنا نوعي المؤمن لها بحقوقه. صحيح. احنا نقول لا تفرط بحقوقك. صحيح. حقك أنك تحصل على خدمة كاملة، المهم انك تعبي هذه الوثيقة بشكل حتى موضوعي تضمن حقك قبل وبعد. لا يمكن نقبل بأن شركة تأمين ترفض تقديم خدمة منصوص عليها في الوثيقة. نعم. ويحتاجها المؤمن له. الله يسعدك، شكرا لك أستاذ ياسر المعارك المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي. مشاهدي الكرام، ننتقل إلى رصد جديد في أخباركم.